ساعات بيبقى الاتزان في الحياة إنك تعيش نفس الحاجة وعكسها، يعني تعيش الطموح والأمل وكأن الدنيا دي دارك، فتخطط وتبني وتكبر مادياً واجتماعياً وتكبر اللي حواليك، وفي وسط هذا البناء والأمل أنت نفسك يبقى عندك دايماً احتمالية ترك الدنيا ولقاء الله في أي لحظة. ساعتها طموحك وبنائك هيكون طموح وبناء آمن، يعني مستقبلك الحقيقي مؤمن عند القيام بين يدي الله غدا. هتلاقي نفسك عندك سعي نشيط لكسب الرزق، لكن من غير ظلم ولا أكل لأموال الناس بالباطل. عندك حب وألفة مع الخلق مع تحملك لمسؤولية العلاقة، عشرة دون خذلان. هتلاقي نفسك ممكن تغلط، أنت خطاء ببشريتك، لكن هتلاقي نفسك في دوام وكثرة للرجوع والتوبة بين يدي الله. أنت كده متزن، عايش عينيك على لقاء ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي علمنا كده، مرة كان بيصلي العصر فقام بسرعة مسرع بعد ما سلم من الصلاة، فتخطى رقاب الناس إلى بعض الحجرات ففزع الناس، فلما دخل النبي تاني رأى الناس قد عجبوا من سرعته، فقال بيشرح لهم بقى اللي حصل، فقال: ذكرت شيئا من تبر الصدقة كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر يعني الذهب، افتكرت كان عندي أموال من الصدقة رحت طلعتها بسرعة ورجعت أختم الصلاة. وكأن سيدنا رسول الله بيقول لكل واحد فينا: ما تأخرش، عمل خير عليك جي وقته. على قدر السعة في حق الله، على قدر الدقة في حق البشر، قدر الاستطاعة. اللي موقن بلقاء الله في أي وقت هتلاقيه بيبني في حياته، لكن مع تأمين الآخرة، فتلاقي سعي دون كذب أو خيانة، هتلاقي بناء دون إيذاء أو ظلم. لأن لو أهل القبور استطاعوا أن يتكلموا لصاحوا: لا تظلموا الناس. فما ندم عليه أهل القبور الآن أهل الدنيا بيتقاتلوا عليه. فلازم الإنسان دايما يفكر في لقاء الله. كم الجراح النفسية اللي الإخوات والأزواج أو الأرحام مسببينها البعض أكتر بكتير من جرح الغريب، مع تسويف شديد في المصالحة وتطيب الخواطر، وربنا مش بيحب كده. عشان كده سيدنا الزبير بن العوام سأل النبي عليه الصلاة والسلام على تفسير الآية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال: يا رسول الله، أستعاد الخصومة بين يدي الله غدا؟ قال: نعم. قال: إن هذا الأمر لشديد، الخناقة اللي حصلت بيني وبين حد من حبايبي هنيجي نقف قدام ربنا وتحصل، وربنا يحكم ما بيننا فيما كنا نختصم. فلو كل واحد مننا في رحلة بنائه لحياته أخطأ، لازم يعلم إن التوبة سهلة، ولكن ربنا شجع على التوبة القريبة قبل ما تحط دماغك على المخدة النهاردة. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. عشان كده سيدنا سلمان الفارسي يقول كلام جميل أوي، حاول تحفظه. قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل للدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه، ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على الأمل، لكن اللي معاه صالح العمل. ففي يوم الأيام رسم لهم مربع كده، وبعدين قام سيدنا رسول الله حاطط خط في وسط المربع ماشي ماشي، وقام طالع بره حيز المربع، فقال: هذا المربع أجل ابن آدم، في فريم كده هو ده عمرك، والخط اللي طالع بره المربع ده وهذا أمله. كأنه بيقول لك: خلي عندك أمل كبير حتى لو جاوز عمرك، بس المهم الأمل ده يكون فيما يرضي الله، حتى إذا قطعه الأجل يبقى الأمل ده في سبيل ربنا سبحانه وتعالى. كده عمرك ما هتكون النموذج المذموم في القرآن الكريم اللي ربنا قال عليه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إنما هتكون الشخص الصالح اللي ممتلئ بالأمل مع صالح العمل. فاللهم يا رب
اجعل أملنا فيك، ومن علينا بدوام التوبة والرجوع إليك، وإن كتبت لنا طول الحياة فاجعلها سعادة وفي سبيل مرضاتك وفي خدمة عبادك.